القمامه او في التعبير الدارج احنا نقول زباله يعني، بس هي التعبير الافضل ليها هي القمامه او المخلفات اللي احنا بنعتبرها حاجه زياده وبتشوه صوره الشارع وبتاع. ده كنز في النهارده البلاد الاوروبيه، بيتكلموا عن المانيا ان هي بتكسب مليار دولار في السنه من وراء النهارده الدول الاوروبيه بيتخانقوا ما بينهم وبين بعضهم على القمامه بتاعت بعض، ان هو ياخد القمامه والطن وصل تقريبا 100 يورو وحاجات كده. ازاي احنا في مصر يكون عندنا صفر قمامه في الشوارع، تبقى شوارعنا نظيفه جدا، ومش عشان نلحق ندفن القمامه بتاعتنا في اي حته، لا ده احنا نستخدمها ونصنعها ونستفيد من وراها. اسئله كتيره ممكن نسالها، طبعا مش هنلاقي افضل من المقدس شحاته المقدس نقيب جميعي القمامه. مقدس اهلا بحضرتك والف سلامه. ربنا يخليك. صباح الفل عليك يا مقدس، سلامتك الف سلامه، مبسوطين ان انت معانا النهارده. على راسي ربنا يخليك. لكن لما بنقعد نتكلم على القمامه ونقول لها ان دي كنز، كنز يمكن ما بنعرفش قيمته لما نقعد نقول الدوله الفلانيه اللي زي ما اصحابي يقول في الطن بيتباع بكذا وبتحقق ارباح مش عارفه مليون ولا مليار دولار، فيعني ازاي هي فعلا كنز؟ يعني لو قلت لنا كده احنا ليه لغايه النهارده مش عارفين نستفيد منها؟ ما احنا نطلع نتكلم كده، المواطن او الشعب المصري هيفتكر ان احنا مليونيرات بنكسب ذهب. يعني هي الزباله فعلا مفيده واحنا خبراء وبنعمل في هذا المجال على مدار 100 عام بالتوارث عن ابائنا واجدادنا. لكن في تكنولوجيا حديثة، يعني احنا شغالين كنا بالطريقة البدائية سوريا، يعني من اول العربات اللي جرها الدواب حتى ادخلنا السيارة وادخلنا معدات ميكانيكية جامدة جدا، التطوير الطبيعي. والدولة اتجهت وبعد ما انهينا عقود الشركات الاجنبية واجتمعنا مع الدولة كنقابة او الوجهاء في عالم الزبالين على رأسهم انا، الدولة عملت شركتين وطنيتين. مش هنقول اسماء لان انا دايما يعني بس الشركتين في القاهره، الاثنين في القاهره شرق القاهره. انا هنتكلم دلوقتي وهنتكلم على المناخ وهنتكلم على المؤتمر، هقول هفيد حضرتك حاجات كتير. الشركتين دول اشتروا معدات ب 2 مليار واصحابهم من رحم الزبالين يعني تبعنا. انا مش هقول اسماء، يمكن انتوا بتقولوا لا ما تقولش اسماء الشركات، لا هم الشركتين معروفين جدا وشغالين ورفعوا تراكمات وأتربة. شركة أنفيرو ماستر دي من شرق القاهرة، المرج والمطرية وشركة تانية بتاعت ارتقاء بتعمل في غرب القاهرة. الشركتين دول على أحد الصراط. أنا بقول للدولة يعني مصر لحد القاهرة الكبرى لحد ما أنا بتحدى نظيفة غير الأول. يعني مش هقول يعني بنسبة 101% لا، بس أفضل من أول بكتير بكتير الحمد لله بفضل ربنا وإحنا والشركتين الوطنيتين أنفيرو ماستر وأرتقاء. إنما بقول للدولة بقية المحافظات، هو ده مؤتمر المناخ. لما إحنا نحافظ على المناخ في مصر بقية المحافظات شركات وطنية وفي إمكانيات وفي شركات وفي ناس تقدر تجيب بمليار معدات وتشتغل. نمرت خلينا نطلع الزبالة شوية ونخش على المؤتمر المناخ بعد إذن حضراتكم. لا لا احنا بيهمنا جدا موضوع أنا كدولة، يعني أنا راجل زبال فقير يعني من قاع المجتمع، ولكن في أفكار في أفكار علمية في دماغي. أيوة طبعا، مذبحة الأشجار اللي بتتم دي مثلا الحديقة الدولية وأشجار مصر الجديدة، إيه ده؟ أمال احنا مؤتمر المناخ وهنحافظ على المناخ والبيئة ازاي؟ الشجرة اللي بيمتص ثاني أكسيد الكربون وبتدينا أكسجين، الشجر اللي عامل منظر جمالي في مصر، حرام. بقية المحافظات سيادة الرئيس مع دولة رئيس الوزراء معالي وزير التنميه المحليه والقائمين على هذا العمل، كان الهدف منها نعم. حضرتك عارف كان الهدف منها توسيعه الشباب. ماشي، انا مش بدين الدوله، انا مش بدين اللي عمله كده على ان التوسيع، انا ما اتكلمش على النقطه دي بالذات الحديقه الدوليه وده وده، انا مع التطوير ومع الارتقاء بالبلد، بتكلم على الاشجار عايزينها نحافظ عليها. يعني حضرتك عايز تقول رغم ان الدوله في المدن الجديده كل الاتجاه ابني على مساحه قليله والباقي كله يبقى خضره، يبقى حتى لو بوسع احافظ انه برضه يبقى هو ده احافظ على البيئه والمناخ، هو ده احافظ على عدم المصانع تصرف في النيل والترع، احافظ على النظافه الزباله. فمؤتمر المناخ اللي احنا داخلين عليه ده
يعني ربنا يوفق مصر وربنا يوفقنا، واحنا دايما كزبالين او جماعه الكمامه او القائمين على هذا العمل من الدوله بنحافظ على البيئه، واحنا تقدمنا كتير في مصر عن الاول في الحفاظ على البيئه. انا عايزه بس اكد ان لما الشركات الاجنبيه قبل الشركات الاجنبيه ما تمشي كان ادخل منطقه زي مصر الجديده ولا مدينه نصر كنت تلاقيها الشارع كلها زباله، كل القاهره. النهارده لا، النهارده لا، الدنيا انضف واحسن. ممكن يكون مش بنسبه 100% زي ما احنا نامل ونطلب منهم اكتر، لكن الشركات المصرية عاملة شغل على أرض الواقع الحمد لله. الشركات الوطنية بالتنسيق مع الزبالين، ما هو العقد بتاع الشركة الوطنية دي ان الزبال جامع الكمامة عامل اساسي معاه. أيوه. علينا جامع الكمامة من المنازل وهو عليه الشوارع وعنده معدات حديثة ورش، الحمد لله بقينا 100 100. أيوه. في بعض السلبيات انه مواطن بيبقى رايح الشغل بدري فيقول لك امراتي انا كمان موظفة، هيجي الزبال يخبط ما يلانيش فياخد الكيس يرميه في الشارع. عربيات الشركات الوطنية بتلف ال 24 ساعة في الشارع. ده حتى غلط، ده سلوك غلط، واللي هو بياخد الكيس يرميه يعمل مش شايف كده وماشي ويرميه، لا تمام. ما في سلبيات كتير، ما فيش كل ايجابيات يعني، ولا كل المواطنين المثقفين ولا يعني يا مقدش. حتى احنا كتير اتقابلنا مع حضرتك واتكلمنا على ظاهرة النباشين واللي كان يدور هو محتاج ايه وياخد ويسيب الباقي، والشوارع بقى تزيد السوق ولا الطين بل زي ما بيقولوا كده. التنسيق مع دلوقتي ايه بقى موضوع النباشين؟ احنا فكرة فصل القمامة دي حاجة مهم صح كده؟ احنا بقينا نعملها ازاي بطريقة صح دلوقتي؟ اقول لحضرتك النباشين خلاص احنا قضينا عليهم بالتنسيق مع الدولة، رفعنا الصناديق من الشارع. رفعنا الصناديق من الشارع تمام، وقدرنا نغطي نسبة تقول 75-80% جامع سكني. في اماكن متكدسة شبرا الخيمة مش متغطية جامع سكني بالكامل. ايوه، خلى عربية ميكروفون زبالة كله ينزل عشان شبرا الخيمة ومبابة دي يعني بؤر مليئة بالسكان، ناس محترمة لكن في زي الصين الشعبية كده. أيوة. احنا غطينا كله الحمد لله، فبالتالي ما فيش كيس زبالة في الشارع النباش هينبش في ايه. لما بتمشي في الشارع تقول زبالة بالميكروفون، اللي بيمشي في الشارع يعني لا مش الشارع العملاقة ولا كل القاهرة، ده احنا محددين منطقتين بس. انا عارف المنطقتين بابا وشبرا الخيمة. بياخدوا يعني العربية بتاخد فلوس من الاهالي ولا؟ والله حتة الفلوس دي هي في المواطن بيدفع على وصل الكهرباء تمام. أيوة. والدولة بتدينا الدولة بتدينا 4 جنيه على الوحدة السكنية. وبتاخد من المواطن اللي تاخده، الدولة بتصرف على كناسين والى اخره، وبتدفع للشركات لا المناطق اللي فيها الشركات قطاع غرب وشرق. أيوة. بناخد من الشركة نفسها تمام، وبناخد كتير حوالي 10 جنيه. ايوه، انما الحكومه في الشماليه والجنوبيه لسه ما فيهاش شركات وطنيه بتدفع 4 جنيه. غطينا احنا وهيئه النظافه المحترم اللي هو ايهاب الشرشابي تحت اشراف معالي الوزير المحافظ الدكتور خالد عبد العال. أيوة. الدوله بتدينا 4 جنيه. الساكن من نفسه الشعب المصري كريم خلي بالك. أيوة طبعا. بيدي الراجل بتاعي 20 و10 ما ننكرش. أيوة. ولبسه وعيدية ولحمة وملابس قديمة وكل حاجة. أيوة. الساكن بيحب الزبال، في تآلف احنا وهم السكان طبعًا. لان على مدار 100 سنة انا اعرف سكان ولادهم وكلاء نيابة وظباط كبار ويعرفوني وانا الزبال بتاعهم هكذا. رحلة عمر مع بعض. الله ينور على حضرتك. أيوة. فحكاية الماديات دي بتبقى إنسانية، لكن أنا منبه على الرجل بتاعي ما يطلبش حاجة من السادة السكان، ادوله ادوله ما ادولوش خلاص. طيب نرجع للزبالة والتكنولوجيا وازاي نستفيد منها. أي. خدت مكانك وبقيت أنا المذيع. لا لا العفو يعني حضرتك تنور الدنيا الله يخليك. ده أنت اللي تفيدنا النهاردة يا مهندس. احنا بنرفع من القاهرة في اليوم الواحد. أي. وده كلام يعني قاعدة عندنا 16,000 طن بس زادوا يعني 18,000 طن حاليا لأن كل مدى الناس في زيادة. طب حضرتك كنت زعلان النباشين وكده، معلش انا قبل فضل ما كم حضرتك قبل كده من يعني ممكن من فتره كبيره كنت زعلان من فكره النباشين وان هو بتاخد تقريبا الزباله فاضيه، وفكره الشركات اللي كانت بتقعد تلم البلاستيك والكلام ده كله ما بقاش فيه دلوقتي. لا ما بقاش فيه، والنباش عدو الزبال. لان انا كزبال انا بشيل كادلز الوز حاجات مقرفه كتير وبرميها بدفنها. أي. فما تجيش انت كنباش تاخد مني الشوال المفيد المواد الصلبه اللي بتتباع اللي انا مش هستفاد او يعني يعني تاكل اللحمه وتسيب لي الرز اعمل بيه ايه؟ ما انت خدت المفيد. فاخد بال حضرتك، انما دلوقتي احنا ما فيش نباشين، الشوارع ما فيهاش صناديق عشان النباش ينبش فيها، ودي لوحدها حل جزء كبير قوي من المشكله. استاذنك يا مقدس، معانا استاذ سامي من شبرا الخيمه، ولو عنده مشكله برضو اكيد حاجه تقدر. انا على راسي على راسي يا استاذ سامي. صباح الفل. صباح النور يا استاذ هبه. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك. صباح النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ. بالنسبه لموضوع الزباله. ايوه، انا عندي في شبرا الخيمه زباله كتير جدا 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 طول الوصف.
وبدفع 20 جنيه الشركه بتشيل الزباله ده غير الكهرباء. في نفس الوقت النباشين اللي بيتكلموا عليهم دول بيلموا فيها كتير جدا، بيلموا البلاستيكات والحديد والحاجات دي كلها. يعني انت بتتكلم على الزباله دلوقتي في الشارع عادي، ففي النباشين اللي بيشوفوا ايه اللي عايزينه ويسيبوا الباقي. احنا بنطلعها من البيت، نحطها على باب البيت بنعلقها. ومع ذلك مبهدله الدنيا ومنظر قذر 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 قذر. فمش عارف حاجه يعني، انا بخاف على ابني وهو ماشي، الريحه والشكل العام والذوق كل ده مش حلو. وبندفع 20 جنيه شركه ده غير الكهرباء. طيب شكرا فيه. شكرا لحضرتك. حل مشكله شبرا الخيمه والقلوبيه بالكامل معالي وزير القلوبيه بالتنسيق طبعا، والراجل يعني ابعته له قبل كده ورحت لمحافظه القلوبيه في بنها وخدوا مني يعني معلومات وافكار ازاي ننظف القلوبيه بالكامل حتى مش شبرا الخيمه. وان شاء الله كل المحافظين ستتجه زي ما عمل معالي الوزير خالد بيه عبد العال في الاستعانه بشركات وطنيه. والشركات دي يكون عندها مقدره ومعدات بالتنسيق مع الزبالين. انا كزبال ما عنديش مقدره للشارع، انا مش دعوه، انا الوحدات السكنيه والمنشات السياحيه اللي بقدر عليها وبقدر افرز وافيد الدوله واطلع واوفر ملايين الدولارات من المواد الخام اللي يعني بطلع. موضوع الميكروفون في شبرا الخيمه او في زي ما حضرتك قلت في امبابا مش الشوارع مش العموميه. في مناطق معينه جوه متكدسه بالسكان في شبرا الخيمه صعب. هي محاوله لكن بنعمل محاوله يعني، احسن ما يروحش احسن من بلاش. لكن لكن حضرتك هي فلوس الكهرباء اللي بتبقى مثلا في على مستوى المحافظه، انا مش عارف الحته الفنيه دي، هل بتروح للمحافظه بتقول للمحافظه ولا بتقول للحكومه كلها؟ دي الماديات دي او انا اقصد عشان هل المالي. المحافظ يقدر يتعامل مع الشركات من هذه الاموال ويقدر يجيب شركات عشان تنظف وعشان الدنيا تبقى كويسه وعشان يلموا القمامه من البيوت ولا لا؟ هو يا فندم حتى لو كانت بتروح لوزاره التنميه المحليه او بتروح لوزاره الماليه يقدر ياخد حصته. يقدر، لان اي محافظ بيطلب حاجه امال ايه؟ طب وما انت بتسالني ان انا محافظ رئيس جمهوريه المحافظه أيوة بتاعتي. ايوه طبعا بتيجي تسالني وتقول مش نضيفها ليه؟ فاذا تديني صلاحيات. فاي محافظ بيطلب ان عايز شركه وطنيه في الحته الفلانيه، معلش مجالس المدن او هيئات النظافه او كده برضو كتر خيرهم، ومعدات قديمه اتهلكت اتسرقت في الانفلات الامن، احنا لسه بنبني مصر الجديده. فانا بقترح على الدوله زي ما نجحت شركه انفيرو ماستر وشركه ارتكاء، الدوله تعمم الشركات الوطنيه وليس الاجنبيه. احنا عايزين نرفع، احنا جربنا الشركات الاجنبيه كل السيد محترم محافظ الجيزه والسيد محترم محافظ القلوبيه يعمل زي ما عمل معالي وزير محافظ القاهره، وبالتالي هتبقى القاهره انضف من لندن وباريس زي ما قلت انا في الحلقات اللي قبل كده. وعلى فكره لو تفتكر جنابك يا استاذ سعد، انا كنت حطيت خطه للحكومه والحكومه نفذتها والحمد لله احنا في تقدم. انا عارف حضرتك كنت معترض على الشركات اللي بتجمع البلاستيك والازاز والحاجات دي كلها، والدوله فعلا لغيتها. ايوه ساعه ما اعضاء مجلس الشعب عملوا صناديق بيع زبالتك. بيع زبالته وانا خد لك كادل زويل وزوانت. عضو مجلس الشعب تبيع لي حاجات لصالح حد بعينه مش لصالح صندوق تحيا مصر. بنتكلم على شركات وطنيه النهارده، في شركات وطنيه انا ما قدش حتى يعني النهارده جاي انا حاسس ان مرتاح على الاقل يعني. انا الحمد لله انا يعني شقايا طلع بنتيجه مصر نظيفه. صحيح. وده هدفي. صحيح. ده هدفي وامنيتي ان مصر. المحافظات هنعمل ايه يا مقدس؟ المحافظات انا بقول للدوله او لمجلس الوزراء زي ما عملنا في القاهرة التجربة العظيمة اللي نجحت في نص القاهرة، احنا لسه مع المحافظ برضو بيحط شركتين تاني لسه جنوب وشمال ولا لسه جنوب وشمال. الجنوب ان شاء الله انا عارف ومتأكد ان في شركة وطنية هتنزل فيها. وشمال فكرة جميلة جدا اللي هو هاب الشرشاب رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل سيادة اللواء، هيلم معدات الدولة كلها اللي كانت في الاربع احياء غرب وشرق وجنوب ويحطهم في الشمال. دي اللي كانت مع الشركات الأجنبية؟ اللي كانت مع الدولة. اللي كانت مع الدولة. معانا دلوقتي الشركات المصرية لما نزلت معاها معدات حديثة شغالة لي في شرق وغرب. المعدات اللي كانت مع الشركات الأجنبية دي راحت فين؟ لا خدوها مالناش دعوة بيها. دخلوها من غير جمارك وباعوها هنا وكسبوا، ده موضوع تاني وموال. أنا بتكلم على معدات هيئة النظافة ومعدات الدولة. دي كلها تيجي في شمال، واللي هو هاب حدث من معدات الدولة. وجاب عربيات بتشفط الزبالة مش بتشفط التراب كمان. عربيات حديثة جدا يعني، لو في كوم زبالة بيحط بتاع كبير كده خرطوم عليه
وهدروا يشفط ويشفط. طيب في مشكله برضو من عزبه النخل نشوفها. ده عزبه النخل يا استاذ نادي صباح الفل. اهلا صباح الخير. اهلا بحضرتك اتفضل. بص حضرتك هو انا بنسى احافظ على الكهرباء في الزباله بس ما فيش حد بياخد الزباله. امال بيت حضرتك بترميها فين؟ بص انا برميها في صندوق يعتبر يعني قريب ليا. طب ممكن اسال سؤال؟ لما بتروح ترمي في الصندوق بتلاقي الصندوق انا بحطها في كذا كيس. انا بحطها ماشي ماشي. لا انا فاهم كويس. لما حضرتك بتروح ترمي الكيس الزباله في الصندوق بتلاقي الصندوق متبهدل تحت في الارض ولا في مكان يتحط؟ حقيقه فعلا متبهدل جدا ومنظر مش حلو. طيب شكرا شكرا لحضرتك. عزبه النخل مش عزبه النخل فيها منطقه خاصه؟ منطقه الخصوص زبالين بتاعتنا احنا. يعني عندنا ست مناطق للزبالين. هو لسه في صندوق بيحط فيه الحاجه. انا قلت لحضرتك عزبه النخل يعني انا مش عارف هو في حدود الاليوبيه ولا في حدود الكهرباء. بس لو في حدود الكهرباء ما فيش صناديق. هو اكيد في حدود الاليوبيه لان عزبه النخل في شارع كده فاصل الشيخ منصور هتلاقي الناحيه دي تبع اسم المطريه والناحيه الثانيه تبع محافظه الاليوبيه. وهو الشارع واحد. القاهره ده ما فيهوش صناديق؟ لا احنا رفعنا الصناديق. لكن اللي تبع الاليوبيه انفيرو ماستر رفعت الصناديق والعربيات بتعمل على مدار 3 ورديات 24 ساعه في الشارع تاخد لو مواطن رمى كيس سلبيات والزبال بيجيب الزباله من البيوت. المطرية. طب الناحية التانية اللي فيها اخواتنا جميع القمامة، طب ايه بيت النجار مخلع ولا ايه؟ لا يا فندم، ومنطقة الزبالين انا راجل هيروح يلف على الشغل لهم اديني زبالة؟ وكمان مش من اختصاصه ده، احنا كل واحد ليه مربع بيشيله. لو الزبال اللي بيشيل بيت حضرتك وحضرتها ما جاش النهارده وزبال زميله راح بيتك ياكله تاني يوم طبعا تعدى على لازم الحكايه تبقى متنسقه كده. متنسقه وخريطه مرسومه كل واحد يعمل هنا، مش كل واحد زي حاجات منظمه جدا. ما قدش حتى الوقت بيعدي بسرعه، بس انا عايزه قبل ما يعني الفقره تخلص عايزه حاجة تقول للناس دلوقتي هو يعمل ايه في الاماكن اللي بقت منظمه وفي حد بيعدي ياخد منه وعارف هو بيعمل ايه. اقسم الزباله بتاعتي ازاي ولا القمامه بتاعتي ازاي؟ اعمل ايه؟ لا مش هينفع التقسيم في فرز من المنبع ده في الشقه عندك او عندك. انا عايزه افيد وعايز يعني ابقى منظم، ما اقدرش اعمل كده. مش هينفع لعده اسباب. السبب الاولاني الست المصريه النهارده موظفه ما عندهاش وقت، بترجع تراجع العيال، تعمل طبيخ لجوزها، تجهز الغداء. ثانيا الهندسه العمرانيه في مصر المطابخ صغيره. احنا الشعب المصري نكبر الشيبسن عشان نتفشخر للضيف اللي جاي. المطبخ صغير قد كده مش هيشيل 3 اكياس هتحط هنا وهنا. وفي بعض المواطنين يقول لي يعني انا هشتغل لك زبال. والنقطة المهمة اللي هي بتضايقني انا السيد البيه البواب يروح طالع الصبح ياخد الكيس اللي فيه المواد الصلبة رئيس الزبال ويبيعه له بتاع الروبوبيك. يبقى انا كزبال هاخد ايه؟ المواد الغير قابله لاعاده التدوير واخد الرز والكلام ده. لا مش يعني عايز. حتى لو مطبخها واسع وتقدر تعمل هي هتضرني انا. هتضر. انا اسف. أي. هتضرني. فهي خلينا نتكلم راس الحلقه احنا سيبناه خالص. يعني ازاي نساعد واحد والزباله ونكسب منها ايه ونقول احنا بنطلع 8000 طن مواد صلبه كل يوم ما بين بلاستيك وازاز وكرتون والمونيا وكنز والى اخره. بنعيد تدويرها في احياء الزبالين السته بتوعنا مرحله اعداد ما قبل التصنيع كل حاجه لوحديها. ونصنفها ونوديها للمصانع العملاقه الموجوده في 6 اكتوبر ومدينه بدر والعاشر من رمضان والعبور. بتتصنع في مصر بتكنولوجيا حديثه درجه 3000 درجه مئويه عشان لا بكتيريا ولا ميكروبات. واشتري تحت شعار صنع في مصر. الحكايه دي بتوفر ملايين الدولارات استورد بيها مواد صلبه خام من الخارج. بطلنا نصدر بقى البلاستيك. لا ما فيش الكلام ده. احنا اللي عندنا معرفش ايه ونرجع نشتري تاني. مفيش. احنا كنا بنصدر ازازه المياه المعدنيه عشان ما كانش عندنا خط انتاج. النهارده عملوا عمالقه الصناعه خط انتاج في مدينه بدر بيعمل من ازازه المياه المعدنيه دي الفايبر اللي في الكبود بتاع عربيه حضرتك. الفايبر اللي في الشنطه. حلو ده. التيرد البلاستيك اللي في الشارع. كل ده بنعمله من ازازه المياه المعدنيه. نرجع للمواد العضويه. في تكنولوجيا حديثه دلوقتي اخترعها بعض الاطباء او الدكاتره في الجامعات ان المواد العضويه بقت طعام الرخوه دي اللي هي عبء علينا ولو اتدفنت تلوث المياه الجوفيه ولو قعدت يوم تتعفن. احنا كزبالين بنستخدمها غذاء للخنازير. تمام. التكنولوجيا دي يا فندم بيحطوا في الماكينات وبس بيحطوا له معالجه كيميائيه لبقايا الطعام بيطلع علف
الفراخ. ايوه تمام. وانا اجتمعت مع بعض الساده الدكاتره دول لجأوا لها في حاز زبالين، لانه انا رقم واحد في الموضوع ده طبعًا. عايزين مني زباله المواد العضويه. قلت لهم اديكم، بس احنا دلوقتي عندنا كميه خنازير كبيره. ايوه انا وصلت ل 2 مليون خنزير. قربت اوصل للنقطه اللي عدمها مني الساده الرئيس السابق الله يرحمه اصلا. فكره لو ما فيش الخنزير كان زمان كيلو اللحمه ب 300. انا اقول لحضرتك حاجه وقلتها وهقولها، الدولة الإسلامية على عيني وراسي، كلنا مصريين. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لكم دينكم ولا دين. الخنزير بناكله احنا مسيحيين وبتاكله الأجانب. أنا 20 مليون مسيحي في مصر، وبتردد على مصر على مدار العام 25 مليون سائح أجنبي، أدي نص الشعب المصري 50 مليون بيعتمدوا على لحمة الخنزير. لما عدموا السادة الرئيس السابق انقضوا اخواتنا المسلمين المسيحيين والأجانب على اللحوم البلدية، زحموا فيها اخواتنا المسلمين، كيلو اللحمه كان ب 30 جنيه في يوم وليله بقى ب 120 جنيه. عايز اقول لك الخنزير نفعنا في الثروه الحيوانيه. اكيد. انا بشكرك جدا يا مهندس، منورتنا المهندس شحاته المهندس نقيب جامعي القمامه، وصباح الفل عليك مره ثانيه. شكرا، نورتنا جدا. ربنا يخليك. شكرا. لسه معاكم، هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم على ما يسمى بالسناتر التعليميه بعد الفاصل.